سرد باك من نجوم النادي الاهلي النهارده رامي ربيعه، النهارده اكتشاف النهارده في مركزك ما شاء الله، تطلع من النادي الاهلي على منتخب مصر على طول. عوده قويه وعوده حميده وتستاهل كل خير، وتعبت وربنا يديك على تعبك النهارده بتالق كبير في اغلى مباراه، مباراه المقاولين العرب، ومباراه بتساوي لقب رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي. دي حقيقه والله، مجهود زمايلي كله سنه كانت طويله جدا، يعني من اطول السنين اللي احنا لعبناها. كان علينا ضغوطات كثيره في بدايه الدوري من مجلس اداره، ويعني ضغوطات خارجيه علينا على النادي من بره، فالحمد لله قدرنا نعدي بالمرحله، وقدرنا كابتن محمود الخطيب طبعا قعدته معانا كانت تفرق معانا، وطبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي عملوا مجهود جميل معانا وعملوا مجهود كبير جدا معانا، ما نقدرش ننسى فضلهم. واللعيبه من اول الموسم بصراحه، يعني انا ما شاركتش من اول الموسم بس الحمد لله ربنا كرمني وحضرت اغلى مباراه، يعني دي بالنسبه لي في الدوري الامر بخواتي. ايوه بالظبط، دي بالنسبه لي كانت في الدوري كله، يعني الحمد لله كان علينا ضغط كبير على مباراه الزمالك لما طبعا اتعادل، فحط علينا ضغط احنا ان احنا لازم نكسب، وطبيعي احنا بنبص لماتشاتنا من غير مش ماتشات الخصم، احنا كل طول عمرنا في النادي الاهلي متعودين ان احنا عشان جبت جونين يعني النهارده اهو مش عارف اكلمه خلاص كلامي فرق اهو مش عارف اكلمه ربنا يكرمه والله اللعيب يستاهل كل خير، وربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله، وقبل ماتش الزمالك ان شاء الله. والفوز ده الجمهور الاهلي صبر معانا كتير من بطوله افريقيا بصراحه، ليهم كل تقدير وكل احترام، يعني وقفوا جنبنا ما هزهمش النتيجه اللي احنا وصلنا لها. كان طبعا زعلهم بخروجنا من بطوله افريقيا، يعني احنا كلعيبه زعلانين يعني من نفسنا كجمهور، مكسب وخساره مكسب وخساره، بس جمهور النادي الاهلي بصراحه يشيلنا مكسب على طول. لا لا، حتى لو مكسب ده حقهم علينا، لان احنا بنتعب واحنا بنشيلهم وهما بيشيلونا، فاحنا بصراحه اتبسطنا جدا في الماتش اللي كان هنا في سان داونز لما شجعونا وقدروا ان احنا بنلعب بمجهود. جمهور الاهلي بصراحه بيقدر المجهود، مش مهم المكسب ان شاء الله، لو خسران يعني النهارده لو خسران بشرف جمهور الاهلي يطلع يساندك، لان جمهور الاهلي عارف امكانيات لعيبته وعارف روح اللعيبه اللي بتلعب للنادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، فاحنا مبسوطين من ده، فالجمهور المكسب ده ليهم يعني الحمد لله. الحمد لله صباح النهارده، ونركز بقى في مباراه الزمالك. بالظبط، يعني مباراه الزمالك ليها طابع خاص وليها شكل خاص عند جمهور النادي الاهلي ولينا، وطبعا الجمهور برضو الزمالك عنده مباراه الاهلي والزمالك لازم تبقى بشكل حلو، يعني ما فيهاش تعصب وما فيهاش اي حاجه خالص، بالعكس بالعكس بالعكس، يعني احنا كلنا اصدقاء وكلنا يعني ما فيش اي مشكله خالص بينا. الفكره كلها عايزين نعمل قمه حلوه وقمه تليق بالفريقين، فبصراحه الزمالك عمل ماتشات كويسه جدا، وكان بصراحه كان ند قوي جدا لينا، وبصراحه يعني الزمالك فريق كويس، ونتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا يا نيكو. شكرا.